السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. لسه متكش قناة، ينزل اشترك فعل زر الجرس وصل كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. النهاردة بقى جاي في تحدي جامد، بس يا ترى لولي فين؟ بس قبل ما اقول لكم لولي فين، وقبل اقول لكم التحدي ايه، هتحطوا اللايك وتتفرجوا في الفيديو من اوله لاخره عشان خاطر شوشو وميدو وميدو وعلي النهارده مش معانا. والتحدي على ايه؟ على بطتين. واو ماشي. والقلقاس والرز. التحدي انا وعلي ضد بعض، هو بطايه وانا بطايه، بس انا حبيت اوريكم البطتين. بيتحداني فين؟ على منوعات ام محمد البورسعيديه 2، على منوعات ام محمد البورسعيديه 2 اللي هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. يا ريت تروحوا هناك وتشوفوا انا اللي كسبت ولا لولي. ايوه التحدي على البطايه، هو بطي مش كبير قوي، والقلقاس والرز. أيوة. تمام، هنشوف انا ولا لولي. يلا ماشي. بسم الله. الله نكسر الله. البط. احنا عارفين بط شوشو تحفه. طبعا بط محمد بره التحدي، يبقى خد سنه سنه مع الرز. نبدا بقى ونسمي ونعيش التجربه، ويا ترى انا ولا لولي. شايفين البط يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ الله القلقاس. طبعا علي مش هنا، انا باكل وهو مش هنا، عشان ايه؟ ما يعرفش احنا كلنا ايه. ايوه. الله تحفه. الله على الجمال يا جماعه. الجمال ده يا بنتي يا شوشو تحفه. يا بنتي يا شوشو القلقاس بقى. ايه رايك يا ميدو؟ القلقاس تحفه يا جماعه. سخنه قوي. ما جربوش يجربوا. شبه كده اول مره والله ادوق. تفتكروا مين اللي هيكسب، انا ولا علي؟ علي. او عملت نحن. ولو عجبتكم الفكرة تقول لي في الكومنتات عشان نعملها تاني، وعشان نعمل تحدي ضد حوارات توينز. ايوه التحدي المنتظر. ما انا قلت هو احنا هنا وهو على منوعات ام محمد البورسعيديه 2، هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. ايوه اتفرجوا هناك واتفرجوا هنا، بس شجعوني انا وميدو. واللي هيشوفونا هيشوفوها زي عند اي حد. مش هيشوفوها عند اي حد. اه صح. البط فظيع يا جماعة. البط ده تربية بيتي. التحفة دي. تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. انا في التحدي؟ لا. ايوه عشان ما تعاقبش. العقابة لمزاجهم؟ العقابة لمزاجهم؟ لا. اللي هيكسب هيتعاقب. تمام؟ اللي هيكسب هيتعاقب. اذا يخسر انا هجهزه العقاب. لا انا عايزاه يخسر عشان اعاقبه، عشان المقلب اللي عمله فيا امبارح شفتوه؟ انا مجهزه لشوشه حته الدنيا عقاب. انا وانت نعاقبه؟ نعاقبه بايه؟ هفكر. تحفة يا جماعة. ناكله ايه شوشو؟ عايز يتاكل حفا محمد. ناكله ايه شوشو؟ ناكل ونفكر عشان ما تعطلناش. ناكل ونفكر. الجمال ده. المرتة دي بصل يا جماعة تحفة.
لازم ايه؟ لازم يبقى شرير. اخش في البطه بقلب عشان علي ما يكسبنيش. تمام؟ شايفين الصدر يا جماعه؟ عايز فوقكم. البطه ده تربيه بيتي. اهو يا بنتي يا شوشو يا اموره. احنا خلصنا. تيجي نغش محمد ونسرق ونقول له احنا مخلصين؟ انت بتقولي له؟ هو مش هيشوف الا لما ياكل. صح. ايه رايك؟ والله فكره حلوه. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الأكل؟ تحفة والله. شكلها نسرق. سرقت بنت شوشو. انت وامك بتحبوا السرقة. يا سرقة يا شوشو. بس ما الأسد يكسبنا. الله على القلقاس. أنا عاملة القلقاس بشوربة البط. تحفة. شوشو. اسمعي ده ملك الغابة. أنا خايفة شوشو تخسع. أنا عايزة أكسبه. نفسي أكسبه. والله يا نفسها تتمنى تتمنى. لكن ده كله هيحصل في الأحلام. بتحبطني ليه يا محمد؟ انا مش بحبطك بس انا بقول الحقيقه. وبعدين انت تحط لايك سنه 2021 هيطلع زومبي. شوشو بدات تخاف. خلاص الحق امك محمد بدات تشبع. احنا لسه هنقول بسم الله. الفيديو لسه 7 دقايق. وعلشان حبايبنا اللي بيجروا الفيديو وما يعرفوش التحدي ضد علي على قناتنا التانية منوعات ام محمد البورسعيدية 2. تشوفوا انا ولا هو؟ انت لسه وصل لحد الان؟ اضغط لايك. اضغط لايك. ايه القلقاس ده يا جماعه؟ بص طعمه عجيب. البط احلى من البط. البط احلى من بطه. بط احلى من بطه جدا يا جماعه. والله يا جماعه انا عندي عليا حته كيكه. القلقاس رهيب. ما عملهاش واحد في التاريخ. لو عايزينك تعملها يروحوا فين؟ احنا قناة ام محمد بورسعيدية 2 نوصلها 4000. وانت تعملها لهم؟ اي. وعايزة مني دي. وعايزهم يوصلوا حوار التوينز لكام؟ لو وصلتهم ل 1000 مشترك خلال يومين هعملها لكم قبل اصلا ما محمد بورسعيدية 2 توصل ل 4000. ماشي ماشي. البط يا جماعة صعب. بس تعب. ابتدي ارميهم. اصدق انا بعرف اعمل الفسيخ. انت بتعرف تعمل الفسيخ؟ ممكن. ما هو احنا بنعمل ايه السمك اللي احنا بنحطه نحطه على الماء. صح عليه ملح بس. صح؟ شاطر. لا شاطر.
كمان شكلها بتعبط عليك. شكلي بعبط عليك؟ صوتك واطي. شكلها بتعبط عليا. ايوه اكتر. ارتحنا ولا علي؟ احنا يا حبيبي. الله. الفكرة دي من افكاري. صح شوشو؟ ما تضحكيش انا. ايه؟ عمتش قادرة الحمد. ما يجيب التتك؟ اه. كل. مش انت اللي قررت تحدي تقولي. اه. دي كل بقالها ساعة تكفي في البطة كمان. انا ما كنتش قادرة. بس الاكل هو ده خليني في تحدي. ده في اخر فصل. انت ما كنتش حاجة غير بطة صح؟ كلمني. مين بيحب القلقاس قوي كده زيه؟ أنا. يا جماعة حد يحوش شو؟ شجعوني مش لاقي تشجيع. كل لايك الفيديو ده نوصل 1000 لايك. من ما حد مش تقيل عليك نوصل 1000 كومنت 1000 لايك ونوصل حواراته ونزل 1000 مشترك في نفس اليوم. طلباتك كترت قوي محمد. خلال يومين يعني خلال 30 ساعة. انتش قادرة. او 48. مبروك عليك المكسب يا علي. ايه؟ بصوا يا جماعة انا اكلت نص بطة وسبت ونص صدر. يعني ايه سبت فخده ونص صدر واحد. تمام؟ والرز ما اكلت يعني قولوا اكلت ربعه والقص فاضل فيه معلقتين. انا هقول للاسامي دلوقتي. ماشي؟ ما تنسوش تروحوا تشوفوا التحدي عند علي في منوعات ام محمد البورسعيدية 2 هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. يلا بقى نقول الاسامي بعد ما نلم الليلة دي كلها. رجعنا لكم باسامي حبايبنا. وما تنسوش تشجعوني انا ومحمد. وحتى لو خسرنا قولوا احنا اللي كسبنا. احنا سايبين لكم الحب. غشوا معانا غشوا. بصوا يا جماعه انا اقول لكم عقاب. علي صوتك. اقول لكم عقاب نفسي اعمله فيه. قولوا علي صوتك. انا نفسي اعمل في عقاب بالفلولي ان احنا نرسم له مكياج. ايوه ما ينفعش. لا ده انا ميك اب ارتست. ده ميك اب ارتست قديم. سيبيني بس. ميك اب ارتست قديم. طب نقول اسامي حبايبنا ونشوف هو هيخسر ولا احنا شكلنا احنا اللي خسرنا. ايوه ده ملك الغابه. يلا بينا نقول اسامي حبايبنا واللي ما قلتش اسمه هيكتب لي في الكومنتات وما يزعلش مني. عايزين كلنا يا جماعه ندعي لطارق ولوسيندا. ربنا يشفيهم يا رب ويخليهم لمامتهم يا رب. مها من فلسطين، ام مروان، رانيا حسن. عايزين ندعي لامها وباباها بالرحمه. ربنا يرحمهم يا رب. وبتقول لي ان هي بتاكل معانا وبتستنى فيديوهاتنا عشان تاكل معانا عشان هي قاعده لوحدها. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. يا ريت تقعدي معايا فعلا بجد وتنوريني وتشرفيني. ظابيه من المانيا. فلسطين هلا رسمة. طبعا. ظابيه من المانيا حبيبتي حبيبتي حبيبتي. ساره من العراق حبايب قلبي كلكم والله. مريم من الاردن. مهران محمد من الكويت او مهران سامحوني لو بقول الاسامي غلط. اهلا وسهلا وعلى راسي. علي من العراق. ولاء ابراهيم. هيثم من الاردن. دعاء ثابت. ام حراء من العراق. حبيبتي يا ام حراء ما اقدرش انساكي ابدا. ساره من العراق. جمال عبد الله. ام اولان من العراق. ام خلدون من العراق. حبيبتي يا ام خلدين وشكرا على الحاجات اللي انت بتبعتها لي الجميله على الواتس. ربنا يخليكي ليا. ام نورهان من بورسعيد.
رمدي بيحبك يا ميدو، قول له انا بحبك يا وانا رمدي قوي. بحبك يا رمدي قوي. ام بكر من العراق، ام سوكي، حنان البنا، شكرا على كومنتاتك الجميله. ام سالم من الكويت، حبيبتي يا ام سالم وربنا يخليكي على كومنتاتك الجميله. روزان الرفاعي من امريكا، حبيبه قلبي. رغده من سويسرا، حبيبتي. حياه بيبو، مستر احمد اسماعيل، شكرا ليك، كل الشكر ليك وبجد على راسنا. سالي سعود، حبيبه قلبي وكلامك جميل وبيرفع من روحنا المعنويه. ريما حبيبتي، سحر ربنا يشفيكي ويعافيكي يا قلبي ويقومك من نومتك اللي انت فيها، بالله عليكم يا جماعه كلنا ندعي لسحر بالشفاء. ريتال توته، شكرا يا حبيبتي على كلامك الجميل، ربنا يخليكي ليا وما يتحرمش منك. هدى توفيق، حبيبه قلبي، والله كلكم على راسي وفوق دماغي وبتمنى اشوفكم واحد واحد، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. وروضه حبيبه قلبي، فوق راسي وفوق دماغي وربنا يخلي لها مهره وخلفان. وام فيصل حبيبتي، ربنا يخلي لها احمد ويخلي لها عيالها ويفرحها بيهم. وكلكم على راسي وفوق دماغي، وانا رغايه رغايه. وما تنسوش تروحوا لعلي تشوفوا انا ولا هو، وتقولوا لنا على العقاب في الكومنتات، انتوا اللي هتحكموا. وما تنسوش تروحوا لحوارات توينز يا جماعه، عيال اخويا. هسيب لكم لينك منوعات ام محمد البورسعيديه 2 في اول كومنت مثبت. انت بتضحك عليا؟ يلا اختم الفيديو، يلا ولو عجبكم الفيديو سوش اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، وتتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره عشان خاطرنا. يلا باي 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 باي.